هاي جايز، مرحبا، أنا بان عدنان. اليوم رح أشارككم بأهم منتجات البشرة والماسكات حتى نحصل دائما على بشرة حلوة صحية ونظرة ومشرقة كل الوقت. أول منتج حابة أحكي عنه هو هذا المنتج اللي هو من بايوديرما، مزيل الميك اب، ممتاز، يزيل الميك اب 100% وبنفس الوقت مناسب للبشرات الحساسة. دائما اللون البينك أو اللون الأحمر معناتها مناسب للبشرات الحساسة. ثاني شيء حابة أحكي عنه هي هاي المنتجات البرودكتس الجديدة اللي صارت موجودة عندي بالبوتيك، اللي هو عبارة عن سكراب وبنفس الوقت مرطب، يجي سيت كامل. استخدمت هذا البرودكتس السكراب اللي هو مناسب للوجه وبنفس الوقت للجسم، وهذا المرطب اللي هو يخلي البشرة مثل الحرير، مناسب أيضا للوجه وللجسم وممكن حتى مكتوب لي الشعر. بعد ما استخدمنا سكراب البشرة تكون نظيفة ومستعدة والمسامات كلها مفتوحة، فمستعدة انه تستقبل اي برودكت راح تستفاد منه البشرة بطريقة افضل واكبر. هاي الماسك الشيت ماسك من افضل انواع المنتجات اللي تخلي البشرة دائما صحية، نظرة بها لمعة حلوة. هاي الماسكات تجي سيت كامل، هذا النوع يعمل على تنقية البشرة من كل الشوائب من الحار، فيسوي ديتوكسينج للبشرة ويهدئ البشرة خصوصا خلال فترة الصيف تتهيج البشرة. اما هذا المنتج الثاني فهو مسؤول عن النظارة، ومنو بينا ما يحب النظارة واللمعة، فأنصحكم بهاي الماسكات. أما هذا المنتج من مافالا، من أفضل أنواع الفيس سبراي اللي أحبها، يطي ترطيب بنفس الوقت يطي ريفرش للميك اب، وحتى إذا ما خلي ميك اب بنات هذا ممتاز إنه يطي نظارة للبشرة، يخلي البشرة صحية ودائما مشرقة من مافالا. وبما أنه دا نتكلم عن البشرة، إذا لازم نشرب مي بكميات كبيرة حتى دائما بشرتنا تكون رطبة ونظرة، وأكيد أكيد في فترة الصيف دائما وياي البوف، ما يفارقني سواء أنا أروح ألعب رياضة، سواء أنا بمشاويري، سواء أنا بتصويري، لأنه يخلي المي دائما محتفظ بدرجة الحرارة المناسبة اللي باردة، نحتاج مي بارد بهاي الفترة، وممكن حتى تحطون كوفي. فالبوف ما أقدر أستغني عنه، موجود بكل الألوان خصوصا هذا اللون من مفضلاتي بالفترة الحالية.